السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع سوق هراس لنقف على الأشغال تاع سد وادي الجدرة واللي يقع في الجهة الشرقية بالقرب من حدود تونسية، واللي الآن راه قيد الأشغال بحوالي 70 أو 75% من نسبة التقدم تاعه. وللعلم أنه هذا السد عنده سعة استيعابية لـ40 مليون متر مكعب، وسوف يمول بلدية ولاية سوق هراس وكذلك بلدية سوق هراس، وكذلك هو من إنشاء شركة كوسيدر اللي قائمة بالأشغال، حيث أن الورشة الآن راهي تعمل بثلاثة فرق وتشغل ما لا يقل عن 450 عامل في هذه الورشة. إذن إن شاء الله الأشغال تنتهي لمشروع الهام جدا في توفير مياه الشعروب، خاصة لولايات اللي تعرف مشاكل يعني في التمويل بالمياه. إذا نترككم تتابعون، السلام عليكم. إنه أحد المشاريع الكبرى الخاصة بالأمن المائي في الحدود الشرقية الجزائرية، مشروع يجسد التزامات وتعهدات رئيس الجمهورية. سواعد جزائرية، مؤسسة إنجاز جزائرية، مراقبة جزائرية أيضا، ودقة في الإنجاز واحترام لمواعيده. إنه مشروع سد وادي الجدرة بسوق هراس. حاليا كوسيدير هي اللي قايمة بالمشروع. عدد العمال راهو حوالي 420 عامل. المشروع راهو تقريبا ليفيكتيف راهو نخدموا اون دو ا تروا بوست، لي بيتوناج توجور راه في الليل، والخدمه راهي ماشيه، راهي اوكور داشيفمون، ما بقالناش ان شاء الله ونسلموا المشروع. بسعة 40 مليون متر مكعب، موجهة لعاصمة الولاية وبلدية الشريط الحدودي، بإمكانها ضمان الماء الشروب يوميا. ان شاء الله كيكمل يحسن بصفه جيده جدا منظومه تزويد المياه لكل هذه المدن. سوق هراس مشروعها كما سبق الذكر، بالاضافه للمناطق الحدوديه. العمل هنا على ثلاث مناوبات متصله، والمكان اشبه بخليه نحل ليل نهار. اشغال تسير بصفه متسارعه ومتواصله ليل مع نهار بفضل عمال شركه الانجاز الوطنيه كوسيدر، وفقا للمعايير التقنية المعمول بها، من أجل تسليم المشروع في الآجال المحددة وبداية استغلال المشروع في أقرب الآجال. بالمختصر هي القفزة المنتظرة للمشروع الحلمي الذي انتظره ساكنة سوق هراس.